ديال التساؤلات ديالكم. الله يجازيكم بخير، ما تقدموش ليا الامل. شجتك تفضل. يمنحوا للجهه اختصاصات اداريه موسى. فاذا كنا السيد الرئيس، فاذا كنا نرغب في تحقيق تنميه جهويه واقتصاديه، لابد من تحديد الاولويات على المدى القصير وعلى المدى المتوسط. على المدى القصير اعاده الاعتبار للتنشيط الصناعي وتاهيل المناطق الصناعيه بجديه. وعلى المدى المتوسط نجاح المناطق الصناعيه، وهذا من اختصاصات المجلس الجهوي، والمجلس الجهوي بدوره عليه ان يتوفر على العناصر البشريه، تتوفر ذوي الكفاءة والمقدرة والخبرة والتجربة العلمية. آخر ما يقول واحد هو المكتبة. إذا ما كياكل شيء نعرف بأن إلا عنده فلوس بزاف يمشي يشري كتاب ويمشي يشري العقار. ولكن إحنا لا، أنا كجمعية وكلاء سوق الجنة الخضر والفواكه كنعيشوا واحد الوضعية مزرية. يعني علاش الناس ما بقاتش كتجي للسوق؟ السوق يحتضر. نحنا كنشوفوا بان السيد الرئيس ديال الجماعه الحضاريه شير للمشاكل اللي كنعانيوها في الجهه ديالنا. كنعانيو من البنيه التحتيه، من الطرقات، من طرق السياره، من السكك الحديديه. هذا الموضوع ديال تطوان ما شفتيش جوري السيد الرئيس. حنا كنا كنتظروا تطوان حاضر. راه لقيت عندي كنبدو ياما الناس ما بقاتش كتجي عند الراجل. راه كتخدم ميتين شاحنه بالسوق ديال الشوكه الخضر والفواكه، الان كتخلى لا 100 والو. الناس وكاين 400 ولا 500 عامل اللي كتعمل في القطار، راه كل شوماج، راه في الشوماج. اللي كنبغيو الدول بعد شويه لهاد المدينه. هاد المدينه راه كتحتضر. راه القطاعات جميع القطاعات اللي راهو، حنا ما كنشوفوش من 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 العيون السوداء، ولكن كنقول واحد الواقع. السيد الرئيس اراه الشكايات اللي كتوصلوا، الاجتماعات اللي كنديروا معاه، والناس اللي كيمشوا راه عليا باش تشاركوا وشر مع المعاناه ديال التطوان. يمكن يمشي يشري بطاطا ويشري مطيشة ويشري، ولكن نوصل لهذا الحد لهذا. راه كاين الترحيب اللي كتعرفوا المدينه باش كتعيش، كاين ولا شي حاجه تصير ولا شي صناعات، شي حاجه اللي غادي تلهاو هذا الشعب باش تطبقوا هذه القوانين ديال التقاعد. ما كنشوفوا فين هما المزايا اللي غادي تطبقوا فيها التقاعد. شكرا. شكرا. واحد المجموعه ديال الدول وصلنا هذه السنه الى 18 حاله في الانتحار. لا يمكن السيد رئيس الحكومه ان نشوفوا حنا كسياسيين، حنا كسياسيين كنتحملوا المسؤوليه ديالنا لان السكوت ماشي هذه. اليوم رئيس الحكومه جاي يستمعنا